في خطوة لجذب المزيد من الناخبين من قبل الحزب الديمقراطي، حملة الرئيس جو بايدن ترحب بأنصار نيكي هيلي، خاصة بعدما أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه ليس بحاجتهم في حملته الانتخابية، رغم أنهم من الحزب الجمهوري. حملة بايدن أطلقت دعاية لمدة نصف دقيقة يقولون فيها: أنصار نيكي هيلي، إن ترامب لا يريدكم، لكن لديكم مكانا معنا في حملة الرئيس جو بايدن. ستقوم حملة بايدن في عرض هذه المادة الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية لمدة 3 أسابيع في 8 ولايات، معظم هذه الولايات من الولايات المتأرجحة، في خطوة لجذب الناخبين، خاصة بعد معاناة الرئيس جو بايدن من عدم وقوف الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة خلفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة إثر موقفه الداعم لإسرائيل في حربها على غزة. بايدن لم يبدأ بحملته الانتخابية مبكرا فقط، بل تمكن من جمع أكثر من 70 مليون دولار كتبرعات لحملته الانتخابية حتى الآن، وهو ضعف الرقم الذي قام الرئيس السابق دونالد ترامب بتحصيله لغاية الآن. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.